تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بشرى سارة إن شاء الله لأخواننا المسلمين مرضى السكر. اكتشف أخيرا أن القرفة هي العلاج الوحيد لمرض السكر. فالدليل على ذلك أنه بعد استعمال القرفة على هذا الحجم 5 أيام أفحص السكري أول واستعمل القرفة 5 أيام الصبح ولا ما هو المشكلة؟ مش المشكلة أنت كل يوم يعني كما تستعمل حبوبك وإبرتك استغنى إن شاء الله بستغنى عنها بعد 5 أيام. أفحص الأول وأبدأ استعمال القرفة. كيف طريقة الاستعمال؟ هذا الحجم نصف الأصبع القرفة أيوة لمدة 5 أيام 6 أيام. كيف تستخدمها؟ هل في ماء ولا على كيفك أنت؟ عندك عدة طرق، يا تمضغها خدها كده تمضغها يعني أو تغليها وتشرب ميتها على راحتك لمدة 5 أيام قبل وفحصة قبله، وبعد 5 أيام 6 أيام أفحص وتلقى السكر إن شاء الله نزل للصفر. جزاك الله خير. أنا أوصي أخواننا أنه أي واحد يعني يبي الأجر يبي ويعز على أخواننا المسلمين أنه ينشرها قدر ما يستطيع، والله يجزينا ويجزيها عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور إن شاء الله.